آن الأوان لنتحمل مسؤولية المثقف المردع الملتزم والذي بيده جزء من المصير. في دوائر الفكر العربي شخصيات لا تنسى كان لها دور بارز في نشر الثقافة وتأصيل الهوية، خاصة في المنطقة العربية وقارة إفريقيا. ومن أبرز هؤلاء المثقف السياسي والمفكر الدبلوماسي الوزير محمد بن عيسى. ولد محمد بن عيسى عام 1937 في مدينة أصيلة ذات الطابع التراثي والثقافي المميز بالمملكة المغربية. منذ صغر سنه بدا واضحاً ولعه بالثقافة والمعرفة وحب العمل الصحفي. وأنا صغير قمت بتغطية زيارة الملك جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله سنة 1957 في طنجة، ثم بعد ذلك تجولت معه في أقاليم الشمال. وانتقل لاستكمال دراسته الثانوية بالقاهرة حتى حصل على شهادة الثانوية العامة عام 1959. بدأ دراسة الصحافة في كلية الآداب بجامعة القاهرة، كما عمل مراسلاً للإذاعة المغربية. سافر إلى الكويت عام 1961 وأجرى حديثاً مع سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر رحمه الله. وفي نفس العام حاز على منحة لمتابعة دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية ليحصل على شهادة البكالوريوس في الصحافة من جامعة مينيسوتا. بدأ عمله كملحق صحفي في البعثة المغربية الدائمة بالأمم المتحدة، فكان مثالاً للدبلوماسي الناجح. ثم التحق بالعمل كمسؤول للإعلام باللجنة الاقتصادية الإفريقية بالأمم المتحدة في مقرها بنيويورك لفترة، ثم تولى نفس المهام بأديس أبابا. تقلد مناصب عدة في روما وغانا كمستشار إعلامي إقليمي في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو، مما ساعده على القيام بالعديد من الدراسات حول تقييم الظروف التنموية والبيئية في إفريقيا. أن رحلتي هذه مع الأمم المتحدة والفاو في إفريقيا كانت بوابة جديدة في حياتي، حيث اكتشفت حضارات، الكنز الإنساني الذي كانت وما تزال تتوفر عليه قارتنا الإفريقية. بعدها بسنة، سنة 76، قررت أن أعود إلى أرض الوطن. عاد إلى المغرب ليبدأ مسيرته السياسية ويصبح عضواً في المجلس البلدي للمدينة، ثم نائباً في البرلمان المغربي بعد انتخابه عام 1977 ممثلاً لمدينته أصيلة. الثقافة جزء أصيل في التنمية، وقد كان شغله الشاغل دائماً هو توظيف الثقافة في تنمية الإنسان، مما جعله يطلق مهرجان أصيل الثقافي عام 1978 مع صديقه الفنان محمد المليحي. أصيلة بدأت بعودتي المليحي وأنا محمد المليحي وأنا إلى المغرب سنة 76، أواخر 76 بداية 77. عدنا ووجدنا المغرب في منعطف هام ومصيري، ثم في المجلس البلدي بدأت تتبلور الفكرة، ما هو مصير هذه المدينة وما هي مواردها. قلنا لماذا لا نستثمر الثقافة؟ كيف الثقافة؟ قلنا عندنا مدينتنا مدينة قديمة صغيرة، لماذا لا نجعل من هذه الرقعة الأرضية الصغيرة مكانا للالتقاء والتحاور؟ وفي عام 1982 أصبح مهرجان أصيلة الثقافي مشروعاً للتعاون العربي الإفريقي بعد التعاون مع الرئيس السنغالي الراحل الشاعر يوبول سيدار سنغور، حيث أصبح ملتقاً للأدباء والفنانين والمثقفين والباحثين شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً. تولى محمد بن عيسى منصب وزير الثقافة المغربية منذ عام 1985 وحتى عام 1992. ثم تم تعيينه سفيراً للمملكة المغربية في الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 1999. حين عينني المرحوم الملك الحسن الثاني سفيراً لجلالته في واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أمضيت قرابة 7 سنوات. كان ذلك طوال فترة الرئيس بيل كلينتون، وكانت مرحلة حبلى مليئة بالأحداث والتطورات على كل المستويات في العالم. عينه جلالة الملك الحسن الثاني في حكومة التناوب التوافقي وزيراً للخارجية من إبريل عام 1999 وحتى أكتوبر عام 2007. حصل بن عيسى على العديد من الأوسمة والجوائز، أهمها جائزة الأغاخان للهندسة المعمارية عام 1989. وفي ديسمبر عام 2007 حصل على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة مينيسوتا، ثم حصل بعدها على جائزة الشيخ زايد للكتاب كأفضل شخصية ثقافية للدورة الثانية، وحصل أيضاً على وسام العرش بدرجة ضابط كبير عام 2008. وفي 2 يونيو عام 2019 سلمه المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم درع الإلكسو، وذلك تكريماً له وتقديراً لدوره التنظيمي في منتدى أصيلة. خلال كل هذه المراحل تعرفت على أناس كثيرين بطبيعة الحال، أولاً بحكم العلاقات الشخصية، وثانياً وبخلال المهام التي كنت أتحملها والبعثات التي كنت أقوم بها، إما مبعوثاً من جلالة الملك الحسن الثاني أو مبعوثاً من جلالة الملك محمد السادس. في وطني. الأمة التي تفقد لغتها تفقد ورقة الهوية.